منشآت بالمليارات بيد المتسكعين والمجرمين. شوفي في وضعيت معناتها من دلها الجبيل معناتها مكان لممارسة الجنس ومعقارة الخمر لهنا كل المبيقات فيها البلاصة هذه المبيقات اللي موجودة في الدنيا كلها موجودة فيه مؤسسة متاع دولة وقاعد تشرب فيها في الخمر معناتها لباس الواحد يعمل حويلة والحويلة زوز ويخرج للسوق لمرأة شفت الشباك هذاك الشباك متاع قاعة نشاط قاعة نشاط اللي لقاو في يوم الأيام لقاو واحد ميت تحتها بارونات التهريب تغزو المحلات وتقتل الحرفيين كيف يجي هو من الحدود وهذه السلعة مهربة ويوصل بها للصفاقس ويوصل بها السوسة ويوصل بها المستيل ويوصل بها المهدية فما ناس أخرين اللي هم متوطعين معنا في الشيء هذا ويحميه في الـ في الـ في الـ في البالونات التهريب أربعة في الساد في البلاد يدخلوا في السلع المهربة اللي ما يخلصوش ديوانة واللي يبيعوها في الأسواق وما يمسوهمش لكن سلعة الصناعي المزمر هو اللي يتعفص في السخين وتتفكله سرعته ويتمرمد كيفاش تحب الحيرة في يخدم فوضى الأسواق بين نهب المواطنين وإفلاس الصناعيين والسفاقس ولات مصب متاع صبات مستعمل وصبات مستورد اللي هو صبات حتى كي تشم ريحته متلبسوش وريحته منتنا النفايات تخدمها الصين وتبعثها لتونس عن طريق تركيا وعن طريق الجزائر وعن طريق ليبيا المشكلة في السلعة المهربة هذه اللي داخلة اللي قال اللي يجيوك ناس بكميون الصباح يوقف يهبط لك 100 كردونة ولا 70 كردونة الجماعة الكل تاخو اللي عامل نصبة ولا اللي في سوق عنده الحق يخدم واللي حانوت كيما هكا ما عندكش حق تخدم سلعة كيما هذه برنامج شي ما يتخبى الأربعاء على الساعة 9 ليلاً